أهلا وسهلا بكم. تشهد المملكة العربية السعودية ومنذ فترة ليست بالقصير الحقيقة تأهبا أمنيا معلن، وذلك وسط مخاوف من تهديدات أمنية محتملة تتربص بالمنشآت الحيوية والمراكز التجارية. اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن القبض على المتورط بإطلاق النار على دورية أمن شرق الرياض، وكذلك عن عملية أمنية أسفرت عن ضبط 7 سيارات كانت جاهزة للاستخدام في أعمال إرهابية. التفاصيل في هذا التقرير. أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على منفذ اغتيال الجنديين أثناء أداء مهامهما في شرق العاصمة الرياض بداية شهر إبريل الحالي. المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي أوضح قائلا: تمكن رجال الأمن بتوفيق الله تعالى من القبض على المتهم بجريمة إطلاق النار على دورية أمن في شرق مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر جماد الثاني 1436 للهجرة، وهو طبعا المتهم يزيد بن محمد بن عبد الرحمن أبو نيان. تم القبض على المتهم يزيد في مزرعة كان يختبئ فيها في مركز العويند بمحافظة حريملة. وأضاف التركي أنه بالتحقيق معه ومواجهته بما توفر ضده من قرائن أقر بأنه هو من قام بإطلاق النار على دورية الأمن وقتل قائدها وزميله رحمهم الله، امتثالا لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا وجه فيها بالبقاء في الداخل للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ وصناعة كواتم الصوت في تنفيذ مخططاته الإجرامية. وأشار التركي إلى أنه تم أيضا ضبط 7 سيارات 3 منها كانت في مراحل التشريك، بالإضافة إلى مادة يشتبه في أنها من المواد المتفجرة وأدوات تستخدم في أغراض التشريك مع مبلغ مالي مقداره 4500 ريال و3 أجهزة هواتف خلوية إحداها أخفي داخل إطار سيارة ترك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة رماح. هذا بعد أن شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها حول المنشآت الحيوية وخصوصاً الأسواق والمجمعات التجارية والمنشآت النفطية، وأتت هذه الخطوات في أعقاب تلقي الأمن السعودي معلومات استباقية حول استهداف محتمل لهذه المنشآت. الحقيقة يعني إنجاز مهم ورائع في وقت أيضا مهم لوزارة الداخلية السعودية، وهذا الحقيقة غير مستغرب. فشكرا لوزيرها ولي العهد الأمين محمد بن نايف بن عبد العزيز وكل الكوادر الأمنية ضباطا وأفرادا على هذا العمل أو هذا الإنجاز الجليل. للحديث في هذا الملف التحق بنا في الاستوديو اللواء الدكتور بركة الحوشان أستاذ الإعلام بجامعة نايف العربية العلوم الأمنية. أهلا وسهلا بك. مرحبا الله. شكرا لحضورك. الله يسلمك ويبارك فيك. تابعت التقرير وتابعت أنباء العملية التي أسفرت عن الضبطيات، كيف تقرأ هذا الإنجاز وهذا النجاح في هذا التوقيت؟ أولا دعني أبارك لفريق وزارة الداخلية وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية على هذا الإنجاز. والحقيقة بأن وزارة الداخلية ومؤسساتها هي مؤسسات معنية بالأزمات، وهي دائما في حالة تأهب، وإحنا بطبيعة الحال لا نستغرب هذا الإنجاز. ويمكن المملكة العربية السعودية كفاها الله كثير من الشرور التي ينوي بها أعداءها الفعل من المزيد من العمليات الإرهابية والتفجيرات، ولكن نجاح فريق وزارة الداخلية في العمليات الاستباقية في كشف الكثير من المخططات في القبض على الكثير من العصابات والفرق التي كانت تنوي التفجيرات. والحقيقة يعني احنا نقول بأنه رجال الأمن يعني قبل حتى هذه الأزمة أثبتوا بأنهم على مستوى الحدث وأنهم كانوا يجيدون أعمالهم بشكل جيد وأنهم كانوا يعني كفوا بتوفيق الله، طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني الكثير من الأعمال التي كان ينوى بالمواطنين والبلد ومنشآته وجميع
من يعيش على أرض المملكة الكثير من العمليات التي وفق الله رجال أمننا وقضوا على أو قبضوا على من كان يريد أن يرتكبها. اليوم الإنجاز أنا أقول بأنه إنجاز أنا الحمد لله هذا بفضل الله أولا، وثانيا إحنا في نعيش برضو في حالة أزمة أو في حالة حرب مع الإرهابيين، وإحنا نعرف بأنه هذا التنظيم يعني مصدر داعش، وأنا أتوقع بأنه داعش هي منظمة يعني يمكن أنها تسعى في أو تدور في فلك استخبارات يمكنها إقليمية، وهذا ما يجعل المملكة مستهدفة من هذا البلد، قد يكون بالتفجيرات، قد يكون بالمخدرات، قد يكون بشروط كثيرة جدا، ولكن الله معنا يعني لا نخاف أبدا. وأنا أتوقع بأن المواطن السعودي عنده ثقة كبيرة جدا في رجال الأمن وفي ما هو دوره في هذه الفترة المواطن؟ المواطن لا شك بأنه لا يمكن، أنا أقول وأنا متأكد بأنه لا يمكن أن تنجح مؤسسات ورجال الأمن إلا بتعاون المواطن، بمعنى أن المواطن هو شريك في هذا الجهد وفي هذا النجاح. وأنا متأكد بأنه الكثير من الأعمال أو الخيوط بدأت من بلاغ من مكالمة هاتفية من أحد المواطنين. نعم. وبالإضافة إلى أن المواطن معني بالتعاون مع مؤسسات الأمن عليه أولا أن يعتني بما حوله في مسؤوليته القريبة في أسرته في عائلته في جيرانه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى يعني ما يشك فيه بأن هناك خلل أو هناك شيء يعني غريب غير العادة. نعم. أيضا العميد عطية شرح من ناحية في المؤتمر الصحفي كيف تم التجنيد عن طريق الانترنت عن طريق الانترنت. نعم. هل نحن في خطر في هذا الجانب تحديدا؟ أعمار صغيرة في رغبة يبدو لي جانب في تحولات ربما نفسية، كيف تحلل هذا الموضوع؟ بالنسبة إلى اللي قبض عليها أظنه اسمه يزيد أبو نيان، يبدو لي أنا اطلعت اليوم على سيرته في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت بأنه يبدو في أمريكا في عام 2018 في عام 2000 ويعني وعمره 18 سنة، يمكن قبل 3 سنوات هو كان في أمريكا مقبوض عليه في حالة غير طبيعية، وهو الآن في عمر 23 سنة. ولا شك بأنه الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانب سيئة، هذه الجوانب يعني يستطيع من خلالها أن يعيش في العالم الافتراضي ويقابل ويسمع ويتكلم ويناقش في أشخاص استهدفوا هذه الفئة، ولا شك احنا نعرف بأنه هذول يعتبرون مجندين لقوة. بس إيش يعني كيف هذا التحول العجيب من اليسار لليمين المتطرف يعني؟ نفسيا هو لا شك بأنه، لكن من المسؤول عن ذلك؟ هل هو المجتمع؟ هل يعني هل التيارات الإسلاموية والإسلامية؟ من المسؤول؟ والله شوف أنت إذا تبغى تحدد المسؤولية فإحنا نقول بأنه يجب أن نربي أبناءنا تربية وسطية ونفسية معتدلة، يعني إحنا نقول أنه يجب أن نربيهم تربية وسطية بحيث أن نأخذ المنهج الوسط. ثانيا يجب أن يعني الحالات اللي تعاني من أمراض نفسية يجب أن تلقى الرعاية، ويبدو لي أنه وزارة الداخلية اتجهت إلى هذا الجانب في الجانب العلاجي، وافتتحت مركز الأمير محمد بن نايف المناصحة، وهي أصحاب الفكر المشبوه والمضطربين نفسيا والذي عندهم خلل في فهم بعض النصوص، أو يعني تجد بأنهم عندهم خروج عن المنهج الصحيح ويذهبون إلى عمليات جبهات القتال، إلى عمليات التطرف، إلى عمليات الشذوذ الفكري. هذه بطبيعة الحال تحتاج إلى علاج قد يكون نفسي، قد يكون علاج بتوضيح الخط الصحيح للنصوص القرآنية والنصوص النبوية، بالإضافة إلى أن بعض المفكرين أو بعض من يدعون العلم الشرعي عندهم نوع من التطرف، يجب أن يكونون هؤلاء الأشخاص يعني على دراية وعلى معرفة من يقود هذا الفكر المتطرف لعملية يعني توضيح الفكر الصحيح بالنسبة له. نعم. وهنا يأتي دور العلماء، هنا يأتي دور علماء الدين والعلماء الذين يعول عليهم، ليس كل من ادعى أنه عالم فهو يعتبر موجه. أنا أتوقع بأنه
التوجيه الملكي الكريم بضبط الفتوى أدى يعني دوره في أن يكون هناك يعني تنظيم للفتوى لمن يستطيع الفتوى. نعم. وله دور كبير. في أنباء تحدث عنه في نجاحات وإنجازات للداخلية خلال هذه الفترة ستعلن في الأيام المقبلة، هل لديك معلومات؟ حتى لو كان عندي معلومات ما أقدر أصرح بها قبل ما يتم الإعلان عنها رسميا، ولكن إحنا نقول بأنه لكن تصب في نفس الجانب هذه النوعية من الجرائم. إحنا نقول بأنه المملكة وفي خصوصا في وقت الحرب مثلا هي مستهدفة من الخلايا النائمة إذا كان هناك فيه عدو. يعني إحنا لا نتكلم عن اليمن، اليمن ليست الحرب الموجهة لليمن هي حرب على اليمنيين، الحرب الموجهة على اليمن لحرب الإرهابيين الحوثيين. ولا شك بأنه هناك من يناصر أو يؤيد الفكر الحوثي والفكر يمكن الشيعي اللي موجود مثلا في لبنان وحزب الله وأنصار حزب الله، وهم كثير بيننا يعملون لدينا بالمئات الآلاف سواء كان من الأول أو الثاني. فإحنا نقول بأنه قد يكون هناك استغلال سلبي لمن فتحت لهم المملكة أيديها للعمل فيها واكتساب الرزق، ومع ذلك تجد بأنهم قد يكونون لنا العداء ونحن لا نعلم. نعم، شكرا لك سعادة اللواء الدكتور بركة الحوشان، طبعا الأستاذ الإعلام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. شكرا لك على حضورك معنا، ونلتقي إن شاء الله في إنجازات أيضا أخرى في الأيام المقبلة. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.